كرام متابعينا الاعزاء، نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من ارضيه ميدان المرموم تحفه الميادين ضمن انطلاقه مهرجان المرموم 2024. ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوط لا يقل اهميه في تعداد هذه الاشواط، شوطنا الثالث عشر للقعدان المحليات الاصايل لسن الاذاع. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مسار وانطلاق هذا الشوط عبر قناة دبير سنج وقناة ياسر الرياضية وقناة الدوري والكاس. من تتابعون انطلاقة هذا المهرجان مقدمة الشوط مباشرة لنجد مع الصدارة ومع المركز الأول سليل سعادة محمد بن سلطان بن مرخان من يتقدم مع الصدارة، ولكن اللي غير واحتل المركز الأول في هذه اللحظات بهذا التقدم وبهذا المسار نلحق بركب الصدارة لنتعرف على العشر المراكز الأوائل المتقدمة من تزين أرضية هذا الميدان ميدان المرموم. مقدمة الشوط مباشرة اللي في المركز الأول من يأتي مع الصدارة ويتقدم الجميع غير واستلم مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. من يتقدم ويأتينا هناك مكرم تعود الملكية، من يقدم لنا مكرم هلال بن عيض بن هلال المزروعي من يقدم لنا مكرم مع المركز الأول. ثاني المراكز النشمي تعود الملكية لبخيت بن راشد بن سيف الشامسي من يقدم هذا الاسم. المركز الثالث شعار الصعب يتقدم سليل سعادة محمد بن سلطان بن مرخان من يقدم لنا هذا الاسم لسليل ويتقدم مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع سلهود تعود الملكية ويقول أنا موجود سلطان بن راشد بن سالم الشامسي من يقدم لنا سلهود مع المركز الرابع. خامس المراكز شاهين تعود الملكية سعيد بن عتيق بالعرطي الحميري. المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس القادم الواصل في هذه اللحظات، هنا يتقدم النصر تعود الملكية صقر بن عبيد بن مبارك الحارثي من يقدم النصر، ومن الجانب الآخر يتقدم مغامر تعود الملكية عبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين. القادم الواصل الصيرمي يتقدم بن رشيد السويدي خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، والوصول مع المركز التاسع في هذه اللحظات الوسمي تعود الملكية لمحمد بن علي بن سالم بن سليم الدرعي. عاشر المراكز القادم الواصل في هذه اللحظات ينطلق مباشرة غزوان عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي. هكذا النتيجة، هكذا النداء للعشر الأوائل، لنعود مع المقدمة، لنعود مع الصدارة مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول. يتقدم النشمي مبارك بن بخيت بن راشد بن سيف الشامسي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، ولكن مكرم من يرافق مشاهدينا الكرام النشمي مع الصدارة. مكرم تعود الملكية هلال بن عيضة بن هلال المزروعي مع المركز الأول. ثاني المراكز النشمي مبارك بن بخيت بن راشد الشامسي. المركز الثالث سلهود مع المركز الثالث تعود الملكية سلطان بن راشد بن سالم الشامسي. المركز الرابع ينطلق مشاهدينا الكرام سليل سعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يتقدم. بو هنا بو سلطان يقدم هذا الشعار، شعار الذهب والرموز بقيادتك يا بو سلطان عبد الله الغفيلي. المركز الخامس خامس المراكز من ينطلق مباشرة وياتي هناك النصر، النصر تعود الملكية لصقر بن عبيد بن مبارك الحارثي. هكذا الاسماء، هكذا الشعارات. يتقدم غزوان تعود الملكية عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي، والقادم احلى وصل في هذه اللحظات وانطلق الوسمي تعود الملكية لمحمد بن علي بن سالم الدرعي. يتقدم بن عتيق بالعرطي يتقدم في هذه اللحظات، محمد بن عتيق بالعرطي الحميري يقدم لنا شاهين. هكذا الاسماء، هكذا الشعارات. القادم الصيرمي خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، الوصول والقدوم
يقوم ينطلق مغامر عبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين مع المركز العاشر. هكذا الأسماء، نعود ولنعود إلى مقدمة الشوط، لنعود مع راعي الخميسة. ركز وتابع الأمتار متر تلو المتر، لأن الجماعة واصلين واصلين الجماعة، هنا ما تبقى إلا القليل. أهل زاخر ينتظرونك، عودتهم عودتهم 2 كيلومتر عن خط النهاية ومقدمة الشوط. ما زال المسيطر النجمي النجمي مبارك بن بخيت بن راشد بن سيف الشامسي يتقدم الجميع، يعلن الحضور إن لم يكن مكرم. تعود الملكية لهلال بن عيضة بن هلال المزروعي المركز الثالث. نشوف القليبي اللي قادم مع المركز الثالث واصل بكل قوة. شعار الصعب يتقدم مع المركز الرابع، وهناك أيضا ينطلق مباشرة في هذه اللحظات من ياتي مشاهدينا الكرام وياتين النصر صقر بن عبيد بن مبارك. السلام والقدوم والوصول، من يتقدم؟ سلهود سلطان بن راشد بن سالم الشامسي، من يقدم لنا؟ سلهود. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة. وين الموقع أنسلتم؟ اقتربنا 1400 متر 1400 متر عن خط النهاية، عن ناموس المرموم غير يا اخوان، ناموس المرموم غير. روح اللي بيروح، انطلق للناموس النشمي، هو نشمي وراعيه نشمي، يتقدم الجميع. هنا مشاهدين الكرام من يقدم لنا؟ مبارك بن بخيت بن راشد بن سيف الشامسي، اهل زاخر اهل المفاخر يقدمون جواهر المجموعة العلمية المتقدمة بالفعل. الكيلو الأخير، ما بعد كيلو إلا الناموس، ما بعد كيلو إلا الفوز. ولكن شوف شيء يا الشامس يدير المال يا أبو بخيت، الصعب قادم وهناك يتقدم من الجانب الآخر. من ياتي؟ شاهين عتيق بن محمد بن عتيق بالعرط الحميري يقدم أهل المرموم، يتقدم في هذه اللحظات. والصعب بركاب صعايب مع المركز الثالث، غير إلى الثاني. المركز الرابع سلهود يقول أنا موجود وغزوان غازنكم مع المركز الخامس. تعود الملكية لغزوان، من يقدم؟ عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي. ولكن الصدارة وين؟ المقدمة المسار الأول النشمي، هو نشمي النشمي يكمل المسار. ما سلم المهمة، ما سلم القيادة، ما سلم الصدارة، ألا وهو بينه وبين المركز الأول عشق وحب وهيام. الشامسي مع المركز الأول، أهل مرغم غادمين، الصعب وغزوان. الصعب يتقدم ويقدم لنا سليل، سليل غزوان النشمي. من اللي قادم في اللحظات الأخيرة؟ جزام موي بن على طاري مع المركز الرابع، عينه للناموس. جزام النشمي سليل سليل غزوان جزام. اللحظات الأخيرة، القادم الواصل هناك شاهين، ولكن جزام النشمي. جزام جزام جزم الأمور، جزم المركز الأول، جزام جزام للناموس. أشكرك على هذا الإبداع من قدمه عتيق بن سيب بن عبيد بن سعيد بالكديدة، ما يبنى على طاري إلا مع 200 متر الأخيرة. المركز الثاني هناك مع المركز الثاني النشمي أبو خيد بن راشد بن سيف الشامسي، المركز الثالث غزوان، تعود الملكية عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي، والمركز الرابع رابع المراكز سليل سعد محمد بن سلطان بن مرخان، والمركز الخامس هناك خامس المراكز مشاهدينا الكرام، خامس المراكز شاهين سعيد بن عتيق بالعرت الحميري. هكذا النتيجة، أهل جميرة مس عليهم بالخير. هنا مشاهدينا الكرام التوقيت زمن 9 دقائق 11 ثانية، 3 من الأجزاء. جزام عتيق بن سيف بن عبيد بن سعيد بالكديد، وسلام جميرة سلام. المركز الثاني من وصل مشاهدينا الكرام 9 دقائق 11 ثانية، 4 من الأجزاء من حل مع المركز الثاني النشمي مبارك بن بخيت بن راشد الشامسي. ثالث المراكز 9 دقائق 11 ثانية، 7 من الأجزاء من أتى مع المركز الثالث اللي هو مشاهدينا الكرام غزوان عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي. هكذا النتيجة.